ها قد عدنا مرة أخرى لنستكمل السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على رواية سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أرى أنه قد حان الوقت لاستكمال ما قد بدأناه من سرد لسيرة الحبيب المصطفى أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم يا امام فوالله اني لاشتاق اليها اشتاق للسيره العطره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا قد توقفنا عند عمره القضاء وما كان لها من اثر عظيم على خالد بن الوليد حيث كان من المشركين انذاك فكانت نقطه فاصله في حياته فشرح الله صدره الى الاسلام مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحه اللذين اسلما في نفس التوقيت وبعد ان القت مكه بفلذات اكبادها في احضان الاسلام بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحله جديده من الدعوه الى الاسلام خرج سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى ملوك وامراء العالم برسائل الدعوه وكان من بينهم الحارث بن عمير الاسدي سفيرا الى الغساسنه سيدي مم. رجل يريد مقابلة الملك يريد مقابلة الملك أدخله علي أولا فشقيق الملك لديه أعباء كثيرة سمعا وطاعة سيدي مم. من أنت؟ رسول وماذا معك؟ معي رسالة لعلك من أصحاب محمد نعم كيف علمت؟ جراتك تدل عليك اريد مقابله الملك والله لن يقع نظر الملك الا على جثتك ايها الحارس خذ هذا الرجل واضرب عنقه يا رسول الله يا رسول الله فيامره رسول الله بالكلام قتل الحارث بن عمير يا رسول الله حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الرجل ان ينادي في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة لب المسلمون نداء رسول الله وتجمعوا داخل المسجد فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل اخوكم الحارث بن عمير الاسدي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليتجهز غدا بعد صلاه الفجر لقتال الغساسنه حبيبي يا رسول الله لم يتحمل الخيانه والغدر لرجل من رجاله هو سفير اعزل فكانت ردة فعله سريعة وقوية: نعم يا إمام، كما أن في قتل الحارث كسرًا لهيبة سفراء رسول الله، وعقبة في طريق الدعوة، فقد يفعل غير الغساسنة ما فعلوه هم مع الحارث بن عمير، فكان لابد من موقف سريع وحازم، يعلمه القاصي والداني تجمع ثلاثه الاف رجل من المسلمين في كامل عدتهم متاهبين تلبيه لنداء رسول الله وكان ذلك في يوم جمعه فاباح لهم رسول الله ان يتجهزوا للقتال من دون صلاه الجمعه اراد عبد الله بن رواحه ان ياخذ ثواب الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليصلي خلفه على أن يلحق بهم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن على الجيش، فلاحظ غياب عبد الله بن رواحة فسأل عنه. ذهب ليصلي الجمعة خلفك يا رسول الله على أن يلحق بنا. احمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا وساله اين كنت يا عبد الله فاجابه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وقال يا رسول الله اردت ان استزيد من الخير فاصلي الجمعه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحق بالجيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا ابن رواحه لغدوه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها لقد عين محمد زيد بن حارثه قائدا للجيش فان قتل فجعفر بن ابي طالب فان قتل فعبد الله بن رواحه فان قتل فليرتضي المسلمون واحدا منهم فيجعلوه عليهم قائدا نعم وقد قلت لمحمد يا ابا القاسم ان كنت نبيا فلو سميت من سميت قليلا كان او كثيرا اصيب جميعا فصمت محمد ولم يرد نعم فهو يعلم انه ان لم يمت من سماهم اي يموت زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحه فانه ليس بنبي وسوف يصبح كاذبا وينكشف امره فان الانبياء لا ينطقون عن الهوى يا زيد عد الى بيتك وودع اهلك واحبابك فان كان محمد نبيا فلن تعود اليهم ابدا فغضب زيد بن حارثه وقال اشهد ان محمدا نبي صادق وبار مم. لم يعبا زيد بن حارثه بما قلت وكانه يتمنى الموت حتى يصبح محمد صادقا ونبيا مم. ها يا جعفر، عد إلى بيتك وودع أهلك وأحبابك، فإن كان محمد نبيا فلن تعود إليهم أبدا، وإن عدت فإن نبيك كذاب. فقال جعفر: أشهد أن محمد رسول الله، ولا أعود، ولا أودع. واتوكل على الله ومضى النعمان اليهودي يعض على يده من شده الغيظ كيد اليهود لا ينتهي ابدا فبالرغم من وجوده مع بعض اليهود بين المسلمين في امان الا ان الحقد والغل قد حول قلوبهم الى حجاره صماء في ساعات قليله اجتمع ثلاثه الاف مقاتل في سبيل الله مجهزين بعدتهم ينتظرون اشاره بدء التحرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعدين للشهاده في سبيل الله دون تردد او خوف وهنا نتعلم من رسول الله وصحابته كيف يكون الحب والتلاحم وقت الشده وكيف تكون التضحيه من اجل الدعوه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في السنة الثامنة من الهجرة، وقد لبَّى المسلمون نداء رسول الله، وتجهز الجيش للخروج لنصرة الإسلام والرد على الغدر والخيانة من قبل الغساسنة، حفظكم الله يا جند الله حفظكم الله ايدكم الله ودافع عنكم وقبل انصراف الجيش يوصيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالا يقتلوا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته والا يقطعوا شجره ولا يهدموا جدارا وصى رسول الله جنوده بادب القتال في سبيل الله والا يبداوا بالحرب بل وصاهم بان يدعوا اعداءهم الى الاسلام فإن أسلموا عفا الله عما سلف لا تحزن يا خالد ولم الحزن يا أخي؟ ونحن ذاهبون للجهاد في سبيل الله كنا نتوقع أن يؤمرك رسول الله علينا ويسميك مع زيد وجعفر وابن رواحة وأنت القائد العسكري المحنك لا والله يا اخي ان من سماهم رسول الله هم افضل مني ولهم من الحنكه والحكمه ما يؤهلهم لحمل رايه الاسلام لم يكن قد مر وقت طويل على اسلام خالد بن الوليد وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته انه من غير المناسب ان يجعله قائدا على الجيش في هذا التوقيت درس اخر يعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدروس التي لا تنقطع في سيرته العطره فنراه يطرق امر تولي خالد القياده للمسلمين انفسهم وفي الوقت المناسب لذلك مولاي، جئت إليك بخبر مهم. تكلم يا رجل واختصر. محمد يا مولاي. محمد؟ نعم يا مولاي، بعث إلينا بجيش جرار، يريد الانتقام لمقتل رسوله إليكم. كيف يجرؤ؟ انتظر يا أخي، وأرسل في طلب العون من هرقل. ليروا قوتنا، سنلقنهم درسا. ونبيدهم عن بكره ابيهم امر مولاي الا يعرف هذا الرجل قوتنا وعزنا حتى يلقي بنفسه وجيشه في التهلكه <applause> مرحبا بالقائد العظيم هرقل اهلا بك ايها الملك تجرى محمد وارسل جيشا لحربنا وان ظهر علينا سيصبح الطريق مفتوحا الى الروم وانتم اقوى جيوش العالم لا تقلق ايها الملك العظيم فانتم حلفاؤنا وسنسحقهم سحقا فقد جئت إليك بمئة ألف مقاتل. عسكر الروم بقيادة هرقل في مآب بأرض البلقاء بجيش قوامه مئة ألف رومي ومئة ألف من القرى والمدن الموالين لهم. من هنا يمكننا أن نعرف أخبارا عن جيش الروم قبل أن نبدأ بحربهم. رد زيد بن حارثة: نعم يا خالد، فهذا يساعدنا على وضع الخطة المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم, وعليكم السلام, السلام ورحمة, ورحمة الله وبركاته. وبركاته. حمدا لله على سلامتك يا أخي، هات ما عندك. لقد جاء إلينا هرقل بجيش عظيم قوامه مئة ألف مقاتل. مئة ألف مقاتل ونحن ثلاثة آلاف فقط! إن بدأنا في القتال فسيسحقنا هرقل وجيشه. أرى أن نرسل لرسول الله ونخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. هنا تكلم عبد الله بن رواحه يشجعهم ويشدد من عزيمتهم وقال يا قوم ليس الذي تكرهون الا الذي تطلبون انها الشهاده في سبيل الله وما نقاتل اعداء الله بعدد او بقوه ولا كثره وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي انعم الله علينا به فانطلقوا فانها احدى الحسنيين اما النصر او الشهاده في سبيل الله صدقت والله يا ابن رواحه صدق عبد الله بن رواحه نجح عبد الله بن رواحه في رفع الروح المعنويه لجيش المسلمين واختاروا مؤته ليعسكروا ويتحصنوا بداخلها وذلك لاسباب متعلقه بالخطه الحربيه نعم فمؤته مدينه صغيره محصنه بحيث لا يستطيع جيش الروم ان يدخلها كاملا وانما يتم تقسيمه فيسهل على جيش المسلمين محاربته ثلاثه الاف يقاتلون مائتي الف مقاتل بايمانهم وحبهم لله ورسوله الكريم والله اني لم ارى كل هذا العدد من قبل سلاح وعتاد وديباج وذهب وحرير اترى هذه الجموع الكبيره نعم ستهزم باذن الله اننا لا ننصر بالكثره الم تشهد يوم بدر أترى ذلك الرجل حامل الراية هناك؟ نعم فهو يقاتل بدراوة اقتلوه فهو القائد وإن مات هزموا على الفور اجتمع عدد كبير من جيش الروم على زيد بن حارثة الذي قتلهم بكل شجاعه حتى سقط شهيدا وكان زيد بن حارثه قائد المسلمين هو اول شهيد يسقط في هذه المعركه فاستلم الرايه منه جعفر بن ابي طالب ليصبح هو القائد كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حامل الرايه ولم يهزموا بل استلم الرايه شخص اشد ضراوه اترى ما اراه ايها القائد قطعت يده اليمنى ومع ذلك لم يستسلم بل حمل رايتهم باليد اليسرى ويقاتل وهو ينزف ها هي اليسرى قد قطعت فارتمع على الرايه بعضديه يمسك بها ما هذا الرجل ومن هؤلاء الناس الذين يدافعون عن دينهم حتى اخر قطره من دمائهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في مؤتة وقد كان زيد بن حارثة حب رسول الله وقائد الجيش هو أول الشهداء فاستلم الراية منه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم يقاتل في سبيل الله قتل حامل الرايه ولم يهزمه بل استلم الرايه شخص اشد ضراوه اترى ما اراه ايها القائد قطعت يده اليمنى ومع ذلك لم يستسلم بل حمل رايتهم باليد اليسرى ويقاتل وهو ينزف ها هي اليسرى قد قطعت! فارتمى على الراية بعضديه يمسك بها! ما هذا الرجل؟ ومن هؤلاء الناس الذين يدافعون عن دينهم حتى آخر قطرة من دمائهم؟ قطعت يد جعفر بن أبي طالب اليمنى، فتمسك بالراية وظل يقاتل وهو ينزف حتى قطعت يده اليسرى. فامسك الرايه بعضديه واخذ يقاتل بجسده وهو ينزف حتى سقط شهيدا سقط جعفر بن ابي طالب ولم تسقط الرايه فحملها عبد الله بن رواحه وانطلق يقاتل في سبيل الله سقط عبد الله بن رواحه، آخر من سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر المسلمين! يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم! أنت يا ثابت! لا والله، ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل! إذا فهو خالد بن الوليد. هو خالد. خالد بن الوليد فلتحمل الراية يا خالد حمل خالد بن الوليد الراية سيف من سيوف الله يقاتل لأول مرة في صفوف المسلمين فيصطلحون عليه لما له من خبرة عسكرية وتجربة حربية اخذ خالد بن الوليد يقاتل ويقاتل حتى كسر السيف من يده فياخذ سيفا اخر ويقاتل حتى يكسر السيف من يده ويبدله باخر تسعه سيوف كسرت في يد خالد من شده وضراوه القتال ولم يتبق معه الا صفيحه يمنيه ظل يحارب بها صبر الصحابه في ذلك اليوم وقاتلوا بشجاعه ولم يهنوا الى اخر النهار بسم الله الرحمن الرحيم حتى جاء الليل وتوقف القتال مؤقتا يا قوم والله انا قد نفذنا امر رسول الله وقد راوا منا باسا شديدا وعلموا أن هناك رجالا تحمي هذا الدين بإذن الله ورسوله. وماذا ترى يا خالد؟ أرى أن نتراجع ونعود إلى المدينة. نعم رأيي يا خالد. ولكن إن تراجعنا الآن هلكنا. لابد من خطة محكمة حتى لا يتبعنا الروم. وضع خالد بن الوليد خطه محكمه للتراجع حتى لا يخسر رجاله من جيش المسلمين في معركه طويله نعم فقد وضع فصائل الجيش بطريقه مختلفه حيث جعل الميمنه في الميسره والميسره في الميمنه وكذلك المقدمه في المؤخره والمؤخره في المقدمه وجددوا الرايات اغثنا ايها القائد العظيم اغثنا ماذا حدث ايها الجندي لقد جاء المدد للمسلمين جاء جيش كبير لا قبل لنا به وهم يقاتلون بضراوه اشد واقوى قاتلوا حتى نطلب مددا اخر من الروم اما انتم فاضربوا بخيولكم في الرمال حتى يعلو الغبار ويعلو فكلما علا غباركم كلما ظنوا ان المدد كبير سيدي القائد العظيم ان المدد لا ينتهي سوف يقضون علينا اذا استمر هذا المدد الان تراجعوا ايها الجند تراجعوا بسرعه الان ولكن لو جاءوا خلفنا لا تقلق يا اخي لن يحدث هذا انهم يتراجعون فلنتبعهم ونقضي عليهم لا تتبعوهم بعد كل هذا المدد يتراجعون انها لمكيده كبيره يريدون ان يجرون اليها في الصحراء تراجعوا تراجعوا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ليخبرهم بما راه من اخبار اصحاب مؤته وقال لهم اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب وكانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع ثم قال فأخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل جعفر بن أبي طالب واحتضن أبناءه وهو يذرف الدمع يا رسول الله كانك علمت امرا من جعفر واصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لقد اصيبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافي فاني وليهم ثم بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه جعفر وقال لها انه راه في الجنه يطير بجناحيه ومن هنا سمي جعفر الطيار عاد خالد بن الوليد واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد واجهوا اعظم دوله في ذلك الوقت ثلاثه الاف يواجهون مائتي الف في مؤته يواجهونهم بايمانهم وصبرهم وحبهم لله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الانسانيه ومعلم الامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتهت حرب مؤته وعاد الرجال الى المدينه فاستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسماهم بالكرار وبشرهم بفتح روما والقدس والقسطنطينيه اما قريش فقد انهكتها الحروب وانشغلوا بمعاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجارتهم واعمالهم يا قوم قد حاصرتنا الحرب مع محمد واصحابه وشغلتنا عن تجارتنا واهلكت اموالنا وماذا ترى يا ابا سفيان في ذلك ارى ان نخرج في تجاره الى الشام فنحن الان في هدنه مع محمد بعد صلح الحديبيه وهذا وقت التجاره والربح نعم الراي نعم يا ابا سفيان يا 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 نعم الراي خذ يا ابا سفيان هذه اموالي جئت اليك بها فادخلها في تجارتك لا باس يا امراه سنتاجر لك بها وسنعود بارباح وفيره ببركه الالهه ما علم بمكه رجل او امراه الا وحملك بضاعه يا ابا سفيان الحرب انهكت مكه واهلها يا رجل ها هي الفرصه سانحه للربح والتجاره في ارض الشام ارض الخير الوفير فلنستعد للرحيل وكان قيصر الروم قد انتصر على الفرس في ذلك الوقت واخرجهم من بلاده وردوا اليه صليبه الاعظم وكان قد سلبوه اياه فذهب الى بيت المقدس ليتعبد فيه ويشكر ويصلي هناك وكانت تبسط له البسط وتطرح له عليها الرياحين صلى قيصر الروم صلاه الشكر لانتصاره على الفرس وعوده صليبه المسلوب منه وخرج رأيت ما هذا الذي رأيت والله ما كنت نائما مالي اراك مهموما مغموما يا سيدي هل هناك ما عكر مزاج القيصر العظيم اجل ها أه؟ وما ذاك لقد لقد رايت رجلا ملك من الختان سينتصر علينا والله ما نعلم من الختان الا اليهود وهم تحت يدك وفي سلطانك فان كان قد وقع هذا في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي الا ضربت عنقه فتستريح من هذا الهم أيها القيصر العظيم، رجل عربي بالباب يريد أن تأذن له بالدخول. ها؟ عربي؟ فلتأذن له بالدخول. مولاي قيصر الروم وقائد الجيوش العظيم. حدثني يا رجل عن أخباركم وأخبار بلاد العرب. رجل من العرب، من قريش، خرج يزعم أنه نبي من عند الله. وقد اتبعته أقوام وخالفته أقوام أخرى، وقد كانت بينه وبين قريش حروب، وقد خرجت من بلادي وهم على ذلك. هذا والله الذي رأيت، وليس ما تقولون عن اليهود. إنه العربي. عربي. نعم. آه اذهب الى حال سبيلك يا رجل. يا صاحب الشرطة، قلب لي الشام ظهرا لبطن، حتى تاتي لي برجل من قوم هذا، امر مولاي القيصر العظيم. ايها الرجل، هل انتم من العرب؟ نعم يا سيدي. وجئنا ننشد تجارةً هنا في بلاد الشام. إذاً هيا بنا إلى مولاي القيصر. هيا! ولكن ماذا فعلنا أيّها الرومي؟ لا تنطق بكلمةٍ واحدة حتى نصل إلى القيصر. هيا! أأنتم من بلاد العرب؟ نعم يا سيدي. تكلم أنت. هل خرج من بينكم من زعم أنه نبي؟ نعم يا سيدي. تقدم يا رجل. إن كذب فردوا عليه ما يقول. والله لو كذبت ما رد علي ما اقول ولكني استحي ان افعل ذلك فاصبح معيره قريش وانا كبيرهم حدثني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم انه يدعي النبوه اذا ساسالك وتخبرني عما اسالك عنه من امره سل ما شئت كيف نسبه فيكم عربي خالص من اوسطنا نسبا هل كان من اهل بيته احد يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به لا هل كان له ملك فاستلبتوه اياه فاراد اعاده ملكه لا حدثني عن اتباعه من يتبعه عندك اتبعه الضعفاء والمساكين والاحداث فاما الاشراف وكبار السن فلا خبرني عمن يصحبه ايحبه ويلزمه ام ينفر منه ويفارقه ما من رجل صاحبه وفارقه خبرني عن الحرب بينكم وبينه الحرب بيننا سجال ننال منه وينال منا هل يغدر لا والله ما عهدناه غدارا بدأ قيصر الروم في التيقن أن هذا الرجل الذي خرج من العرب هو ظاهر عليه لا محالة فأعاد على أبي سفيان ما قاله فهو من أوسطهم نسباً وان اتباعه من الضعفاء والمساكين والحرب سجال بينهم وانه لا يغدر وان اصحابه لا يفارقونه وهذه كلها صفات الانبياء وحلاوه الايمان نعم هذا ما قلت فوالله لو صدقت لا يغلبن على ما تحت قدمي هاتين، وإني لوددت أني عنده، فأغسل عن قدميه. يا قوم، لقد علا شأن محمد، وأصبح ملوك بني الأصفر يخافونه في سلطانهم. حبيبي يا رسول الله، حتى الد اعدائك يعرف خصالك واخلاقك ووفاءك بعهودك فلم يستطع ابو سفيان ان يكذب ويفتري على رسول الله لينكشف الامر امام قيصر الروم ويوقن انه هو النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانام ورسول السلام المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في رسائل يبعث بها الى ملوك واباطره العالم يدعوهم فيها الى الاسلام وها هو قيصر روما قد تهيا نفسيا لاستقبال دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع اختيار رسول الله على دحيه بن خليفه الكلبي ليكون رسول رسول الله الى قيصر روما داعيا للاسلام فيطلبه ويعطي له الرساله ماذا بك يا دحيه ولما هذه العجله رسول الله يا امرأة اختارني لأكون سفيرا له لدى الروم وبعثني إليهم برسالة. الله أكبر، بوركت يا زوجي، أعادك الله إلينا سالما، وجعلك سببا في نشر الدعوة. هيا يا زوجتي، هيا أسرعي وساعديني لنلبي طلب رسول الله. فداك روحي يا رسول الله. يخرج دحية تلبية لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق طريقه إلى روما في سعادة بالغة، وكان دحية يتكلم لغة أهل الروم بطلاقة، وهو أحق رجل بحمل الرسالة. رجل يزعم انه رسول رسول الله. رسول رسول الله؟ ما هذا؟ ما هذا؟ رسول رسول الله؟, الله. رسول رسول الله. رسول رسول الله. رسول الله. ها؟ فلتسمحوا له بالدخول. السلام على من اتبع الهدى. تحيتنا هي السلام. من أنت؟ رسول من عند رسول الله اليكم احمل معي رسالة. اقرا ما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم من رسول الله إلى قيصر صاحب روما. اصمت يا رجل ولا تكمل رسالتك. سيدي القيصر العظيم لقد قدم اسمه على اسمك ثم انه قال صاحب الروم ولم يقل ملك الروم اكمل ما جئت به يا رجل واكمل دحيه رساله الدعوه على قيصر الروم الذي بمجرد ان انتهى دحيه اشار بخروج الجميع وبقي دحيه معه والله اني لا اعلم ان صاحبك نبي مرسل من عند الله وانه الذي كنا ننتظره لكني اخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته. وقف رسول الله خطيبا في المسلمين يقول: اما بعد فاني اريد ان ابعث بعضكم الى ملوك الاعاجم فلا تختلفوا يا رسول الله والله انا لا نختلف عليك في شيء ابدا فمرنا وابعثنا واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم شجاع بن وهب ليرسل معه رساله الدعوه الى كسرى ملك الفرس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار سفراءه بعنايه فائقه وهذا درس جديد يعلمنا اياه رسول الله في كيفيه اختيار من يمثلنا بما يتناسب مع امكانياته ومهاراته السلام عليكم من انت وماذا تريد انا رسول رسول الله معي رسالة إلى الملك. أعطني إياها. لا والله، سأسلمها أنا إليه، كما أمرني رسول الله. إذا انتظر حتى نبلغه بما تريد. مولاي كسرى العظيم، شخص معه رسالة يقول إنها من عند رسول الله. ادخل لنعرف ما يريد السلام على من اتبع الهدى من انت وماذا تريد رسول من عند رسول الله رسول الله وماذا تريد يا رجل معي رساله اليكم يدعوكم فيها رسول الله للدخول في الاسلام مم. خذ اقرا ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم فارس ها عبد من عبادي يتجرا علي ويكتب اسمه قبل اسمي؟ اخرج قبل ان امزقك اربا اخرج يا رسول الله يا رسول الله حمدا لله على السلامة حمدا لله يا على السلامة رحب به رسول الله وطلب منه ان يخبره عما بدر من كسرى حينما وصلته الدعوة غضب كسرى غضبا شديدا ومزق الرسالة قبل ان يقرأها حزن رسول الله مما سمع من شجاع ودعا على كسرى ان يمزق الله ملكه استشاط كسرى غضبا ولم يكتف بتمزيق الرساله وانما بعث الى بازام نائبه في اليمن يامره بان ياتي له برسول الله من ارض الحجاز ايها الحارس امر مولاي ادخل علي كهرمان تحت الامر والطلب يا مولاي هذه رساله كسرى الينا يطلب ان ناتي اليه بمحمد من ارض الحجاز خذ معك احد الفرسان واتوني به حتى نرسله الى كسرى امر مولاي ظن كسرى ان الامر بهذه السهوله ونسي ان الله مع نبيه وان دعوه رسول الله لا بد لها ان تتحقق اانت محمد النبي المزعوم تادب يا رجل فانت في حضره رسول الله شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب الى الملك بازام يامره ان يبعث اليك من ياتيه بك وقد بعثني اليك فانطلق معي فان فعلت توسط لك الملك بازام ليعفو عنك وان ابيت فسيهلكك ويهلك اهلك ويخرب بلادك ماذا تقول يا رجل اجننت اهلكك الله انت وكسرى واعوانكم هدا رسول الله الرجال المسلمين واخبر الرجلين بأن يعود إليه في الغد. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء. فعلم ان ملك كسرى يزول استجابه لدعوته صلى الله عليه وسلم حيث قام شيراويه بن كسرى بقتل ابيه واستولى على عرشه فدعا رسول الله الرجلين واخبرهما وطلب منهما ان يخبرا بازام بالامر وان يقول له ان دينه سيبلغ ملك كسرى وينتهي الى منتهى الخف والحافر والله ما هذا بكلام ملك واني لا ارى الرجل نبيا كما يقولون وان حدث ما قد قال فإنه حقا نبي مرسل رسول من عندي شيرويه ابن كسرى الملك شيرويه آه. يبدو أن ما قاله حق إنه حق النبي فليدخل فورا أما بعد فإني قد قتلت كسرى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله